الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يسألونك. هذه الحلقة التي يحضر معي فيها فضيلة الأستاذ الفقيه محمد اليوسفي، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالات الصغيرات. أستاذنا مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ونواصل معكم الإجابة عن الأسئلة التي توصلنا بها في محور فقه العبادات. نبدأ هذه الأسئلة بسؤال من سائل أو سائلة، يقول أو تقول: ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الصلاة عمدا أو سهوا؟ السؤال الثاني، يعني نفس السائل أو السائلة: ما حكم تحويل الميت من قبر إلى قبر آخر؟ وإذا فعلنا فهل نعيد الصلاة عليه أم لا؟ يعني أستاذ سائل أو سائلة تقول، وتا المشاهدين الكرام مشاهدات كريمات، شي مرة شي أسئلة ما كنعرفوش طبيعة ديالها، واش هي طبيعة يعني ديال المرأة أو طبيعة ديال الرجل. فعلى الأقل إلا قلتوا مثلا غير الاسم ديالكم، أنا الحمد لله غير باش تعرفوا تانتوما، لأن شي مرة كتبقاو تسولوا على واش السؤال ديالي داز ولا ما داز. إلا قلتوا لنا الأسئلة أحيانا تتشابه، فلما كتقولوا السؤال ديالكم كتعرفوا أنه راه تمت الإجابة عن السؤال ديالكم. تفضلوا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صاحب القلب الرحيم والخلق الكريم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم آمين. أما بعد، سؤال للسائل عن تكرار السؤال الأول عن تكرار الفاتحة. نعم، تكرار الفاتحة في الصلاة أي صلاة كانت ليس بسنة، يعني لا يجوز. فاتحة في كل ركعة فيها فاتحة واحدة، يعني ممنوع تكرارها عمدا. نعم، لا يجوز. سهوا ممكن وقوعها سهوا ويتتبع لها السجود البعدي، عليها سجود بعدي، يعني زيادة، تعتبر زيادة. نعم، سهوا فيها سجود بعدي، ولا إثم ولا حرج. تعمد يعني قرأ الفاتحة ثم قرأ الفاتحة مرة ثانية عمدا، في الحقيقة يظهر الله أعلم أن هذا بعيد مستبعد، باش المؤمن يعني يتعمد واحد الحاجة اللي هو عارف بأنها ممنوعة في الصلاة ويديرها. نعم، مستبعد على كل حال. نعم، لو وقعت تعتبر هذه زيادة في الصلاة محرمة، لكنها لا تبطل الصلاة. أركان الصلاة كما يقول الفقهاء مكونة من أركان وأبعاد وهيئات، والأركان على جوج، فيها الفعلي وفيها القولي، والفعلي أقوى من القولي. نعم، أركان الفعلية الركوع والسجود والقيام والجلوس والقعود أقوى من، بمعنى أنه لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدة واحدة عمدا الصلاة بطلت. لكن لو زاد فاتحة عمدا أو نعم عمدا، مهما زاد عمدا أو جهلا أو ربما شك فيها وكذا، الصلاة لا تبطل، وعليه سجود البعدي ويستغفر الله إن فعلها عمدا استهتارا مخالفة للسنة أو عملا بهواه. نعم، الرسول عليه السلام يقول لنا الصلاة والسلام كما في الصحيح: وصلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة من العبادات توقيفية، ما فيش اجتهاد. نعم، المهم ما يمكنش يشتهد شي حاجة من عنده نهائيا،
إلا في شي بعض الأمور اللي عندها علاقة بالنوافل أو تطوعات أو شيء هوامش بحال الأداء بحال الإقامة. أما الأحكام ديال الأركان والأبعاد والمؤكدات والشروط توقيفية. نعم. ولا اجتهاد مع النص. ما نزيدو من راسنا. والو. أنا ربما توقعت هذه القضية ديال الزيادة ديال الفاتحة عمدا. شي واحد يكون محافظ غير الفاتحة وكتجيه يعني ويقصد الزيادة ولكن ماشي عمدا يعني استهتارم بالصلاة ولا شي حاجة ولكن تيقول أودي أنا غنصلي الركعة الأولى والثانية غير بالفاتحة وما حافظ لا قل والله أحد لا للكوثر لا العصر الأول اللهم نزيد بعدك واحد الفاتحة أخرى باش يعني كأنني كنعوض بهذيك الصورة لأنه ممكن يكون يصح حافظ غير الفاتحة. نعم. في هذه الحالة هذه بهذا القصد هذا واش يعني مؤثرة تعتبر عمدا؟ هذا احتمال 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 هذا احتمال ممكن يوقع. هذا انسان عامي لا يحفظ الا الحمد لله رب العالمين. نعم. مثلا غير الفاتحه ما حفظ لا سوره ولا شيء. نعم. ولا ايه. فبالنسبه للشرع وبالنسبه للفقه المالكي باجماع ان الفاتحه فرض والسوره بعدها سنه. القيام لها سنه وقراءتها سنه والجهر والسر سنة فهي أقوى السنن اللي هي السورة هي السورة. القيام لها سنة. نعم. وقراءتها سنة وكونها سر أو جار سنة. أيضا هذا المؤمن اللي ما حفظ غير الفاتحة ما حفظ سورة أخرى أما الفاتحة حفظ غير الفاتحة ما حفظش سورة حفظ غير الفاتحة وقرأ غير الفاتحة ولا الضالين آمين وقال هو بغى يزيد الفاتحة بدل السورة اللي ما حفظش. هذا غلط لا يجوز. غلط هذا غلط لا يجوز. شنو يعمل أستاذ؟ إذا ما حفظ والو من القرآن الكريم لابد من الوقوف. واحد ثواني مقدار ما يقرأ قل هو الله أحد مثلا. وخا يبقى غير ساكت. يوقف. العلماء يقولوا لا يسكت. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الله واحد الثواني مقدار قل هو الله أحد ويركع. فكيقول لك الساعه كيقول اقرا وقف ديال السوره وقرا بدلها ما عنده من التسبيح او الاذكار او الدعوات مقدار ما يقرا فيه. نعم. سوره قصيره. نعم مقدار ما يقرا. نعم. اما ان يقرا بدل السوره فهذا غلط وبالتالي يترتب عليه سجود بعدي. نعم. والصلاه لا تبطل. لا وبمناسبه السجود البعدي اذا ترتب على المصلي اولا هو عنده زمن بعيد يعني كيبقى صلاح سنه ولا اقل يعني اذا نسيتو راه ممكن ديروه ولا نعم. وثانيا لا تبطل الصلاه بتركه بالمره. يعني اذا نسيناه ما درناش اصلا الصلاه ان شاء الله صحيحه. لا تبطل السجود قبلي لا قد تبطل الصلاه بتركه اذا ترتب عن ثلاث سنن. نعم استاذ نعم بارك الله فيكم. ننتقلوا للسؤال الثاني ديال نفس السائل او السائله تقول ما حكم تحويل الميت من قبر الى قبر اخر؟ وإذا فعلنا فهل نعيد الصلاة عليه أم لا؟ نعم بالنسبة لنقل الميت أو تحويله من قبر إلى قبر أو نقله بعد موته إلى مدينة أخرى أو قرية أخرى أو مقبرة بعيدة عن محل السكنة. نعم هذا يجوز. نقله من قبر إلى قبر هذا يجوز للحاجة للضرورة. إما الحاجة تعود على الميت أهل الميت بغاو ينقلوا الميت إلى 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 بلدهم في سكنين أو بغاو يدفنوه في شي مقبرة معينة أو هو أقصى أن يدفن هناك مثلا وأن يحول هناك. وهذا الحالة ديال نقله من قبره وقعت في زمن الصحابة ماشي جديدة وقعت في زمن الصحابة يعني بعض الصحابة حولوا آباءهم في غزوة أحد أو غيرها من الغزوات من المكان اللي دفنوا فيه ودفن بالمكان اما في الباقيع او في مكان وكذا يعني يجوز. وخلينا نقول استاذ هنا غير العظام هنا نعم لكن غير العظام تجمع العظام في في يعني وعاء محفوظ فينقل. هو شيء غريب شي شويه ولكن معلوم غريب ويحدث الحاجه ديال الامه او ديال الدوله. هذا كلام اخر. اي بزاف الحالات فتوا فيها الفقهاء المصلحه العامه في النوازل شي مصلحه كبرى وتكون مقبره قديمه 70 سنه ولا 100 سنه ولا اكثر
في هذه الحالة كاين الفتوى ديال العلماء أنه يجوز تحري هذيك البقايا ديال الميت وتجمع بتحر واحتراز واحترام وتوقير وتدفن في مكان آخر يعني محترم في مقبرة أخرى، هذا يجوز. وهنا الصلاة للحاجة أو للمصلحة. واش نعيد الصلاة عليه أم لا؟ لا بالنسبة للصلاة لا. صافي هو صلي عليه، غسل وكفنا وشيع وصلي عليه ودخل في عالم البرزخ. نعم. ودعت واحد المصلحة أو واحد الحاجة أو واحد الضرورة أنه يحول من مقبرة إلى مقبرة أخرى. هذا يجوز. إذا القضية مرتبطة بالمصلحة العامة. نعم. ماشي وحدها كما كنتصوروش زعما غادي نوض يهز بعيد مستبعدة. نعم. جدا. واخا أستاذي ننتقلوا لسؤال آخر، سؤال صوتي مرحبا. دابا واحد المرأة هذه 20 عام وولدت في رمضان وعندها 19 يوم ديال رمضان ما صايمهمش، ودابا 20 عام اللي داز وما ردتهمش، واش يمكن ليها دابا تردهم ولا دير شي حاجه باش ترد داك الدين ديال رمضان اللي كلات حيتاش ولدت فيه وما ردتوش، وهذه دابا دازت عليه 20 عام. تسمعين الجواب ان شاء الله. سيده استاذ فطرات، هذه 20 سنه اياما من رمضان ولحد الان مازال ما ردتهمش، اليوم غدا ربما اولي كانت مريضه الله اعلم شنو الاسباب، المهم انها 20 سنه ومازال في الذمه ديالها ايام من واحد رمضان فتراته، شنو هنا الان تعمل؟ واش يكفي انها تخرج الفديه او انها ضروري خصها تقضي ذاك الايام وشي حاجه معها اخرى ولا شنو؟ نعم، بالنسبه لقضاء صوم رمضان، نعم، فرض لازم، حق الله تعلق بذمه المسلم. الله عز وجل يقول في الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني وأفطر تقدير وأفطر فعدة من أيام أخر، يعني القرآن صريح والسنة صريحة والإجماع قائم على أن من أفطر في رمضان وجب عليه القضاء، ثم ينظر في المسألة اللي وقعت واش كان الفطر لعذر شرعي هذا في غير قضاء، او كان فيه التعمد والاستتار هذا فيه الكفاره والقضاء. حنا نصوروا السؤال انه كان لعذر شرعي. نعم لعذر شرعي هذا هو الغالب. نعم يعني دزت عليه 20 سنه ولا 10 ولا اكثر ولا اقل، كيبقى الصيام واجب عليه او عليها انه يقضيه ما دام المؤمن او المؤمنه صحيح معافى قضى على الصيام يصوم 40 سنه. 40 سنة كتبقى دينيا. نعم مادام هو قادر باش يصوم ما بقاش عنده اختيار اخر ديال الفدية او الكفارة او شيء. انما هذا عنده القضاء وعنده الفدية لانه داز على رمضان اخر. عندنا في السنة وفي الفقه ان القضاء ديال رمضان السابق اذا داز على رمضان او رمضانات. نعم. وجب عليه قضاء الايام بعددها. ووجب عليه اخراج فدية عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم قضاه مقابل ذيك التأخير. ذيك التأخير. اه نعم. إذا كان بلا عذريك أستاذ أو هذا إذا كان. إذا كان الإنسان مثلا السبب هو أنه بقى مريض. نعم. أو مثلا المرأة كتكون ولدات في رمضان، مثلا نأخذ على سبيل المثال. نعم. رمضان ديال اللي داز هذه السنة هذه 1442. ولدات هي في 1442 في رمضان ديال 1442. وبقات كترضع ما قدرتش انها يعني اليوم غدا ترد شويه دائما كتلقى راسها انها كترضع حتى دخل رمضان ديال 1443 يعني رمضان الجاي ان شاء الله الله يوصلنا ليه سالمين غانمين باذن الله. هنا واش تقضي ولم يخرج طبعا رمضان، واش تقضي مع الفديه او تكتفي هنايا غير بسميتو بالقضاء؟ عندما ذكرت في السؤال ما في حالتين، حاله ديال بقاء العذر والحالة ديال التقصير أو التسويف. نعم. يعني الحل الفدية كاينة في الحالتين، يختلف العلماء واش هي فرض لازم ولا مستحبة وقابل التأخير، وتعود على الصائم بالأجر والثواب وترميم أو تعويض ما حصل من تأخير قضاء رمضان سنوات. نعم. سنوات في الفدية يطعم مسكين في اليوم تجب على كل من عليه دين من رمضان من اللي بغي يقضي يطعم عن كل يوم مسكين. وخا يكون كان عنده عذر شرعي. نعم. انه مثلا بقى مريض ولا كان نعم مريض ولا الحامل ومنها الى الرضاع، وقد يكون الحاله ديال
الحمل والرضع بعض المرات كيكون يعني متوالي. نعم كتجي هذا العام والأمزي والأمزي. نعم وكيبقى لي سنوات الرخصة ولا إشكال. لا تفطر الرخصة ولا إشكال. ولكن عند عند المذهب المالكي بالمناسبة أن المرضعة تقضي وتفدي والحامل تقضي ولا تفدي. الحامل المرضع المرأة اللي كانت حاملة وفطرات أيام من رمضان تقضي بلا فدية. بلا فدية. والمرضعة تقضي الأيام ديالها وتطعم المساكين عن كل يوم مسكين. نعم 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 بارك الله فيكم. تولوا لسؤال آخر. السي محمد يقول أريد أن أعرف هل صلاة الجمعة مع التلفزيون صحيحة؟ نعم لا غير صحيحة وغير مشروعة وهذه مسألة من 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 المستجدات. نعم حتى الفقهاء ديننا المالكية كلهم القدام لم 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 يتطرقوا إليها ما بتروح شيء بتروح نهائيا. تكلموا على الصلاة للجمعة في البيوت، تكلموا على صلاة الجمعة خارج المساجد في 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 الساحة أو في الزناقة أو في الشوارع تكلموا عليها بشروط، لكن هذه أن تصلى الجمعة أو الجماعة أو التراويح في البيت خلف الشاشة أو خلف المذياع هذه بالنسبة للفقه لا تجوز. كان أذكر بالنسبة للأمانة العلمية كان شيء قديم في السبعينات كان شويح من علماء المغرب افتبي جوازها اجتهاد، ولكن العلماء كلهم كانوا ردوا عليه وانتقدوا عليه ورحمة الله عليهم جميعا وقالوا هذه لا أصل لها ويخشى ولا تصيح ومنفرش الشروط ديال الجمعة من الصفوف ولا من حيث الوقت ولا من حيث واش الإمام قدام ولا خلف كان فيها بزاف الحالات. نعم نعم فلهذا في هذا الحال ديال عدم إمكان صلاة الجمعة لعذر من الأعرام العذر كتكون الجمعة ساقطة. إذا هي ساقطة نعم تسقط الصلاة عن واحد المجموعة ديال أصحاب الأعذار. النبي عليه السلام يقول الصلاة الجمعة حق واجب إلا على أرباها أو على خمسة في رواية. نعم مريض مسافر. إذا بارك الله فيكم أستاذ نتحولوا لسؤال آخر سؤال صوتي. مرحبا معكم فاطمة من مدينة العيون. الله يجازيكم على هذا البرنامج. عندي سؤال بالنسبة ل واحد النهار في رمضان شربت الماء غير سهوا وكاين اللي كيقول لي بانه ما ترديه سقاك الله واطعمك يعني بلا ما نردو نهار ثاني وبغيت نعرف شنو الحكم في هذا اليوم. مرحبا مرحبا تسمعين الجواب ان شاء الله. هذا يقع استاذ لبعض الناس انهم في رمضان تيوقع الانسان تيسهى تياكل او تيشرب وتيدوز رمضان وتيبقى هذا السؤال تيقضي ذاك اليوم ولكن تيبقى الناس كيقولوا واش تقضي ولا ما تقضيش كيبقى هذا السؤال هذا سهوا. سهوا يعني من افطر في رمضان سهي سهوا نسيانا يعني. نعم مسألة معروفة محسومة عندنا في المذهب المالكي ان عليه القضاء يتم ذلك اليوم ما يكملش يفطر حرام عليه عندما يشرب شربة الماء او لقمة الطعام كذا وتذكر يتم الصيام يعني يقطع ديك ساعة الماكلة فورا. هذا تأويل بعيد يكمل الصيام ديالك النهار وعليه القضاء يعني يقضي هذا اليوم. هو المذهب نعم. وهذا هو الأحوط لأن رب العالمين كيقول ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم الفقهاء المالكيين كيقولوا هذا الذي أفطر سهوا أو غلطا أو ناسقر لم يتم الصوم لأنه كلا أو شرب. نعم فعليه أن يعوضه بيوم آخر يعتبر هذا الأحوط. والمذهب المالكي من 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 المذاهب الفقهيه التي تغلب جانب الأحوط على جانب الإساءة في العبادات يعني الاحتياط هي في العبادات. نعم ينبغي الأحوط ما الشك في الطهاره ما الشك في الصلاه في عدد الركعات ما الشك في عدد أشواط الطواف مثلا او الصفا والمروه يزيد ما شك فيه يقطع الشك فيه يعني ذاك الشيء اللي شكله يحيده نعم يبني على اليقين. نعم نعم كذلك هذه كذلك القضيه ديال الصوم. نعم واخا استاذي سؤال اخر سائل او سائله يقول عندما اقيم الصلاه ابدا في تذكر مجموعه من الاحداث فهل ذلك يؤثر في صلاتي؟ نعم يقول الله عز وجل سوره البقره واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين بمعنى
أن المصلي يجب عليه أن يتحرى الخشوع. نعم. يضبط نفسه، يجمع يعني أحواله، يجمع ذهنه، يعني يتخلى عن أي شيء يشوش. نعم. عليه أو يجعله سهيا أو كذا، كلها يصلي خاشع ما استطاع، عبادة هذه. فإذا دخل في الصلاة هو الحمد لله كاين النية، كاين الإخلاص، كاين الطهارة، كاين استقبال القبلة، كاين جميع المكونات ديال الصلاة. هو مرة تطرأ عليه أحوال، يتذكر شي أمور، إبليس كيجتهد يجيب له شي أمور ينساها، يذكره بشي بعض المصالح كذا كذا. نعم. من شؤون الحياة. نعم. هذه أغلب الناس هادشي اللي بغيتو كنحدث اليوم الحال، شكون فينا اللي يسلم من هاد المسألة؟ أغلب الناس. ولهذا الشرع لم يجعل هذا الأمر من 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 المبطلات، رحمة من الله، وإلا لك الصلاة ديال الناس كلها. نعم. بمعنى أنني أتحرى، أنني لا أشتغل بشؤون الدنيا، كندير جهدي، ندير جهدي، وإلا جاتني شي خاطرة أو شي كذا أدفعها وأشتغل بالصلاة وأقرأ القرآن وأغض بصري وأخلص لله عز وجل في الصلاة، وأحاول أنني أخشعه في صلاتي فوقاش ما يجيني شي خاطرة أو شي تذكير بشي أمر وكذا أدفعه. أما أن أبقى أنا هكذا تساهلا واستهتارا، أبقى أنا كصلي وأنا عايش ما وحر قضية عندي أو شي مشكلة عندي في الخدمة أو في الدار أو مع وليداتي وكذا، عايش معه تنصلي، كان خطط لي هكا نوجدك واش غندير ليها، ما يستقيمش الامر، ما يستقيمش الامر، ما يستقيمش، لكن غالبا يستقيم اذا جاتك شي عفوي، شي حاجه عفوي غالبا. انا ولما تحس انا لا يدري، فانا كنصلي وبغض البصر وبني مع الله تعالى وكنقرا القران وكذا، ومره ما كتهجم عليا شي 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 خواطر، شي هواجس كذا في صحة الصلاة. في هذه ادفعها وأحاول أن أتغلب عليها وأعود إلى صلاتي، ويكتب للمصلي ما خشع فيها في. نعم. من صلاتي. نعم سيد، الله يتقبل منا والله يوفقنا جميعا. وخلص لي سؤال آخر، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة كنشكركم بزاف على هذا البرنامج اللي كنستافدوا معكم فيه. معكم سلمى من تازة. أنا صليت صلاة الظهر وما توضيتش، يعني صليت صلاة بدون وضوء، ما تفكرتش نهائيا، صليت العصر والمغرب والعشاء، عاد تفكرت في صلاة العشاء ثالث، فكرت بأنني صلاة الظهر ما راني صليتها بدون وضوء. ففي هذه الحالة شنو ندير؟ واش نعاود الصلاة، يعني نعاود الصلاة من الأول، يعني نصلي الظهر والعصر والمغرب يعني والعشاء نعاود، أو نصلي غير العصر؟ مرحبا مرحبا، لو إن شاء الله تسمعي ماذا ينبغي فعله. صليت أستاذ الظهر بلا 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 وضوء نسيانا، وما تفكر وصلت وضات وصلت العصر والمغرب والعشاء، وفوقاش تفكر حتى صلت العشاء، عاد تذكرت على انها صلت الظهر بلا وضوء، شنو في هذه الحاله هذه؟ واش تصلي الظهر وتجي حتى توصل العشاء، ولا تكتفي بداك الوقت اللي صليته بلا وضوء؟ نعم. الصلوات الخمس عندنا فيها واحد الحكم شرعي يسمى الترتيب، ترتيب بين الصلوات. نعم. كاين ما هو واجب غير شرط، وكاين ما هو واجب شرط. بين الظهرين والعشاءين شرط واجب، بمعنى لا تصح صلاة ثانية يعني إذا صلينا بعد قبل الأولى، مغرب العشاء وظهر العصر، ترتيب بينهما واجب شرط. نعم. معنى واجب شرط أن الشرط يقتضي البطلان، إذا عدم الشرط عدم المشروط. هنا في الحالة هذه عند أربع صلوات. نعم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أربع صلوات. ولكن وحدة اللي صلته اللي صلته في الأول. نحن عندنا مشكل في الترتيب. في الترتيب خصني الترتيب هي صلاة الظهر بلا وضوء. إيه. وذكرت ومتأخر ووجبت عليها الإعادة. فهي تعيد الصلاة ديال الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كاملين تعودهم. من أجل الترتيب. إن أربع صلوات ما دون يجب الترتيب، تقديمه كاين تقديم الحاضرة على الفائدة، وكاين تقديم الفائدة على الحاضرة. فوقاش كيكون تقديم الحاضرة على الفائدة؟ ومن كتزيد الصلوات كتزيد على خمسة، إلا فاتت الخمسة
خمسة الصلوات فاتوا دي الساعة كنسبها المغرب أو العصر مثلا حاضرة حاضرة وعاد نقضي ما علي من الصلوات من الفوائد ملي كيكونوا ثلاثة أو أربعة كنسبها غدي ثلاثة أو أربعة عاد صلي الحاضرة باش يبقى الترتيب بينها ترتيب بين الصلوات الخمس واجب شرعي نعم وبين الظهرين والعشاءين واجب شرط يعني لا يستقيم الحال في الصلاة إلا إذا كان ترتيب حاصل إذن هنا تعيد الظهر يعني توضى نعم هي أصلا ربما على وضوء لأن من ذكرت في العشاء رأي الله صلى الله نعم تعود الظهر والعصر والمغرب والعشاء نعم وإذا كان الحل هي النسيان تستبشر خير ما فيها شئيت إذا هي نسات هي فعل نعم غالبا غالبا نسات سهل الإنسان أنه حسب أنه روضه فإذا به كان وضوه يعني حصل فيه ناقض من نواقض الوضوء ياك نعم فإذا لا إثم عليها في كونها أخرت الصلاة أنا ما كان وأعادتها وإنما تعيدوها من أجل المحافظة على الترتيب نعم وقد غير واحد مسألة أستاذ كان سمعوها يقول لك المغرب لا ما تعاودش باش لأن هي ويتر النهار نعم واش إلى عاودناها ما بقاتش ويتر ولا ستة يعني ولا شفع نعم وهي خصها تكون ثلاثة ولا خصها تكون ويتر نعم هذه المسألة مطروحة وكيبان بأن فيها إشكال ما فيها شيء إشكال الحمد لله الصورة فيها التنوع الصورة الأولى أنني أعيدها هكذا استهتارا في وقتها يعني غير بلا صليتها وعودتها أه. هذا لا يجوز مثلا هذا عبث صليت بوحدي المغرب ولقيت واحد الجماعه كيصلوا المغرب احسنت هذه لا تعد ما نعاودش هنا المغرب هنا المغرب لا تعد ومثلها العشاء اذا اوتر بعدها اذا اوتر بعدها اذا اوتر بعدها ما يعاودها الصلاه الخمس كلها تعد مع الجماعه اذا صلاها فذن على انفراد ولقى الجماعه يعيد صلاه الاربع كلها المغرب لا يعيدها لأنها وتر النهار أو العشاء إذا كان أوتر بعدها لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أما لو الصلاة المغرب وقع فيها إشكال وقع فيها ناقض أصبحت باطلة في الحالة التي نعيدها أو من أجل المحافظة على الترتيب ديال الصلاة الخمس يعني في حالة الحالة ديال الصلاة الحالة أننا نعيدها غير كاين شي خلاف فقهي واش نعيد المغرب وجوبا أو استحبابا حتى في المثل المالكي بعض الفقهاء يقولوا إلا إذا أعادها استحبابا قالوا هذا ما ورد عن الصحابة ولكن الأحوط أنها تعاد لا على نية الفرض ولا على نية الاستحباب نعم. من أجل المحافظة على الترتيب بين الصلوات الخمس نعم نعم والله اعلم نعم بارك الله فيكم نختم هذه الحلقه بواحد السؤال لهذه السيده هاجر من مدينه طنجه تقول حصل لي قيء في نهار رمضان بسبب الوحم فهل صيامي صحيح هذا كيبقى من الاشياء اللي كتوقع لنا في رمضان وكتبقى دائما معنا يعني كنبقى السؤال كيبقى معنا ربما الشهور القيء في رمضان غير مبطل للصيام لا للحامل ولا نعم. لعموم الناس باختصار استاذ باش نختموا ان شاء الله هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضى عليه ذرعه بمعنى من استقاء عمدا فليقضي هذا هو خلاص هي تسبب ومن ذرعه القيء اي غلبه القيء بسبب الاسباب فلا قضى عليه ولا اثم غير هو ما يرجعش هذاك الطعام او القيء اللي طلع البقيه الى فات الحلقوم ما يرجعش اذا رجع عن علم ووعي فعليه القضاء وخا يكون غلبه وخا يكون غلبه غلبه القيء نعم والاثم عليك رده من فمه الى معدته هكذا اختيارا وعيا فان عليه القضاء ولا اثم عليه عليه القضاء فقط نعم نعم لكن الانسان اللي هو دار السبب هذا فيه هنا رجع ولا ما رجعش القضاء وفيه الاستغفار لا واش هنا الى ما رجع والو واخا ما يرجعش او واخا ما يرجعش هذا من استغى عمدا يعني تعمد اخراج القيء عمدا نعم هذا يقضي
هذا عليه القضاء والاستغفار. والاستغفار لأنه أساء الأذى معصيه وتسبب في الإفطار. نعم استاذ، عليه القضاء والاستغفار. نعم بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الفقيه محمد اليوسفي، أذكر أنكم خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارا. أنتم أيضا أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات، الشكر موصول لكم، وأضرب لكم موعدا في لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.